وسط مشاهد الرعب والدمار في غزة نحاول الإجابة عن السؤال الصعب. نقرأ سيناريوهات المستقبل. ماذا بعد غزة؟ ماذا بعد 75 عاماً من عمر المأساة؟ قضية الشعب الفلسطيني إلى أين؟ مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد يوسف. نظرة على المستقبل في حديث العرب من مصر. غداً 7 مساء على قناة مصر الأولى.